طيب هذا القصف الآن في مجمع شفاء الطب الطابق الخامس مبنى القدس كما ترون الآن. هذا هو مكان القصف، دمار، هناك شهداء، هناك أشلاء، هناك مصابين، هان العائلات النازحة. هذا المكان يأوي العائلات النازحة بشكل مباشر كما ترون. هاي معداتهم، هاي أدواتهم، هاي مكان إيواء. أفضل أي مكان إيواء للمواطنين. هذا مكان الإيواء، حسبنا الله ونعم الوكيل. قصف طالب مدنيين.